أظهر استطلاع للرأي أجري أخيراً أنه غالبية لبنانية وغالبية مسيحية ساحقة تحمل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي مسؤولية التدهور المستمر للأوضاع. لا تزال القوات اللبنانية على مكابرتها بشأن التفاهم المسيحي حول رئاسة الجمهورية، معاولة بحسب أوساط سياسية على موقف إقليمي متصلب يصب في مصلحتها. سأل رئيس تيار سياسي إعلاميين مقربين عن مدى جهوزية الجو العام لتحركات شعبية يقود تياره وترفع المطالب الإصلاحية والمعيشية للناس.